أول مهرجان للبرح في دولة الكويت انطلق لمدة 3 أيام وبمشاركة نخبة من منتجي النخيل. المهرجان يعد فكرة جديدة في عالم تسويق التمور في البلاد، يصبو إلى تشجيع المزارع الكويتي وفتح نوافذ تسويقية. هذا المهرجان مهرجان البرحي الكويتي الأول هو تنفيذ لأحد توصيات الملتقى الأول للتحديات التي تواجه قطاع النخيل والتمور في دولة الكويت. أحد توصياتهم هو تشجيع إقامة المهرجانات لما لها من أهمية في فتح منافذ تسويقية للمزارعين، وإحنا ندري أن هناك يعني العديد من التحديات اللي واجهها المزارع الكويتي وأهمها التسويق، فحاولنا من خلال إقامة هذا المهرجان فتح نوافذ تسويقية وتشجيع المزارع الكويتي على الدخول في مثل هذه المهرجانات. تسويق الإنتاج النخيل جدا ضعيف في الكويت، وهذا المهرجان إن شاء الله راح يكون له الأثر فعال في المواسم القادمة، وإن شاء الله راح يكون له مهرجانات تتبع مهرجانات أخرى. المزارعون الكويتيون وكأول مشاركة لهم عبروا عن فرحتهم بهذا الحدث، آملين بمشاركة أكبر في المهرجانات القادمة. تكلل النجاح بحضور المزارعين بتجمعهم، لو أن عدد المزارعين قليل بس إن شاء الله يزداد مع مرور السنوات الجاية. والله فرحة لي، وهذه صار لي أنا أكثر من 4 سنوات 5 سنوات طالب فيها، لكن ما أدري عارف ليش شنو عذرهم ما يصير، ما نعرف شنو عذرهم، كل الدول الخليج فيها بعد الكويت. رئيس مجلس إدارة جمعية الزهراء التعاونية مساعد السلطان أكد أن الجمعية وبدورها كمستضيفة للمهرجان تهدف إلى توفير كافة الخدمات والسلع واحتياجات المنطقة من خلال منشآت تعاونية وتحت مظلة وزارة الشؤون.